كابتن احمد زيدان الف سلام عليك اولا، ربنا يسلمك يا وهترجع امتى بالراحه بس سيبك منين نرجع استنى بس يا محمد خليك معايا خليك معايا واحده واحده خليك معايا واحده هترجع امتى بالسلامه للمنتخب باذن الله؟ وانا في المنتخب موجود لا هترجع امتى تلعب باذن الله ما انا عارف يعني ترجع ربنا يسهل يا كابتن انا هتشارك نرجع على ما رجعتش في كاس هتشارك في مباراه رواندا باذن الله ربنا يسهل باذن الله يا كابتن اتفضل يا محمد بس في كارثه ثانيه بتحصل يا كابتن خير انا واقف عمال بوتريكا بسايس فيه وبهدي فيه عايز يعلن اعتزاله دوليا لا 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 ده كلام غير مقبول وكلنا يا كابتن لا ده كلام غير يا كابتن اقول لحضرتك حاجه احمد حسن اقول لك كلمه بس يا كابتن طيب يا كابتن على فكره كابتن شوبيه نعم احنا المفروض ان احنا واحنا في الباص واحنا جايين ان احنا الجهاز الفني واللاعبين اتفقنا ان احنا هنقدم شكوى للنائب العام ضد القناه دي وضد المقدم للبرنامج ده لو ما حصلش اعتذار رسمي احنا كلنا لا هننزل تمرين ولا هنتمرن ولا هنلعب لا لان لا 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 ده مصير بلد لا كده غلط لا لا الناس دي وصلتنا لمرحله ان احنا خلاص ان احنا حرام والله احنا 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 يا كابتن ما ينفعش كل اللي احنا بنعمله ده وفي الاخر كمان نتهان في 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 في, في, في شرفنا وفي سمعتنا لا في سمعتنا لا لحد كده وكفايه يعني احنا احنا تقدمنا ان شاء الله اول ما ننزل هنتقدم بطلب للنائب العام وانا يا كابتن بس حبيت اقول لك كده ومعاك زيدان ومعاك نعم يا كابتن اتفضل يا زيدان وبهدوءك وبهدوءك المعتاد لو سمحت نعم انا طبعا يا كابتن انا في في المدرج قاعد مع المسؤولين من الاتحاد وطبعا مش راضي عن الاداء طبعا اكيد ان الاداء مش هو ده مش اداء المنتخب المصري اللي فات وانا طبعا معاك ان الناس طبعا تبقى اخذ على خاطرها الناس طبعا مش راضيه على الاداء ودي حاجه ما ينفعش احنا نتكلم فيها اصلا يعني حاجه احنا ما ينفعش احنا ندافع عن نفسنا صحيح كويس بس النهارده يا كابتن لازم برضو الناس تبقى فاهمه وعارفه ان ده المنتخب اللي من يومين كان مفرح 80 مليون مظبوط والوطن العربي كله مظبوط وافريقيا كلها صحيح وفي نفس الوقت ده نفس المنتخب اللي جايب بطوله غانا 2008 و2006 نعم واللي ده شرف لينا اصلا يا كابتن وجودنا نعم في في جنوب افريقيا البطوله دي كممثل لافريقيا فطبعا يعني لازم الناس ما تنسناش ده وفي نفس الوقت يعني الناس لازم برضو نعذرهم عن طبعا ان بعد اداء كبير جدا قدام ايطاليا والبرازيل نعمل اداء زي ده بس طبعا لازم يا كابتن نبقى برضو حاطين في دماغنا ان الفرقه لعبت في سبع ايام ثلاث ماتشات نعم وفي الثلاث ماتشات دول مش اقل من 80% لاعبين لعيبه شاركت بنسبه 90% 100% كدقائق يعني في 80 في يعني مش اقل من 8 لعيبه لاعبين 90 دقيقه في الثلاث ماتشات صحيح فده ارهاق دي حاجه الحاجه الثانيه يا كابتن منتخب ايطاليا ده يتعمل فيه ايه بقى ايوه بالظبط لما يتغلب من مصر اللي مدافع يلعب على مهاجم دخله مش اقل من 100 مليون في السنه ولعيب دخله ما بيجيبش مثلا 250 الف جنيه مظبوط وتطلع كسبهم 1-0 وده بطل عالم نعم ده يتقال عنه ايه نعم دي حاجه الحاجه الثانيه احنا لعبنا منتخب ايطاليا ومنتخب البرازيل عارفين عنهم كل حاجه وعارفينهم لعيب نعم بنلعب امريكا فريق يعني فريق ما نعرفش عنهم حاجه ما يعني يعتبر فريق مجهول بالنسبه لنا نعم زي ما احنا كنا مجهولين بالنسبه لايطاليا وبالنسبه للبرازيل فعشان كده احنا عرفنا نأدي قدامهم فده ممكن كان يكون سبب الاسباب زائد الارهاق وفي نفس الوقت مش مبرر ان احنا مش بنبرر عن نفسنا بس كنا نتمنى ان الناس تتكلم عن ادائنا نعم صحيح وعن علم عدم رضاها عن ادائنا لكن ما تطلعش يا كابتن تتكلم في شرفنا نعم وسمعه اللعيبه نعم متفق معاك يعني انا واحد من اللعيبه كابتن ربنا كرمني وقدرت التزم مع المنتخب في الفتره دي والمعسكر ده وابدا اواظب على الصلاه وابدا ابقى بصلي مع الفريق وما اسيبش فرض وابو تريكه كل يوم كان يجي يخبط على اوضه عشان يصحي اللعيبه الفجر ما كناش بنسيب فرض كلنا مع بعض دي حاجه الحاجه الثانيه برضه كابتن ان احنا من يعني المفروض اللي حصل منطقيا احنا في ماتش ايطاليا رحنا الماتش ورجعنا من الماتش لقينا ناس بتقول لنا اللعيبه بعض اللعيبه دخلوا الاوض قالوا في فلوس ناقصه فقاموا طلعوا يجروا على اللعيبه كلها قالوا اللعيبه لازم تدخل تبص وتخلي بالها طلعنا نيجي كلنا على فلوسنا لقينا في فلوس ناقصه وفلوس مبالغ كبيره جدا لما المبالغ دي كلها تتجمع مش اقل من 20,000 دولار نعم اول حاجه دي فضيحه كبيره جدا لجنوب افريقيا لان ده فريق بينظم كاس عالم انا كلموني ناس صحابي من المانيا بيسالوني سرق منك قد ايه
فطبعا دي حاجه يعني كارثه بالنسبه لجنوب افريقيا كارثه. ده كاس العالم يبوظ خالص السنه الجايه والفنادق تقفل كلها. فالنهارده هم ممكن يكونوا لعبوها صح. قال لك احنا نلبسها فيهم عن بنات. يقول لك ايه هم ظبطوا معاهم خمس بنات، هم ايه المشكله؟ هيروح يجيبوا خمس بنات ويدفعوا لهم ولا يعملوا لهم اي حاجه ويقولوا ان احنا دخلنا عند اللعيبه دي الاوض. ده لو الكلام ده فعلا صح ان احنا دخلنا عند اللعيبه دي الاوض واتسرقنا منهم بايه في اوضهم. طب يعني ده لو الكلام ده صح، لو هو فعلا فكروا كده. بس احنا النهارده ده حصل واحنا في الملعب. احنا رجعنا الملعب لقينا حاجاتنا مسروقه بالظبط بالظبط، فبيلبسوها لنا في الطريقه دي. نعم. يبقى احنا النهارده كابتن في مصر نطلع نلبسها في لعبتنا كابتن، ولا نطلع نشوف الحقيقه فين؟ لا وندافع عن ولادنا. الفضيحه اللي بيلبسوها لنا. نعم. الفضيحه للكره المصريه كابتن، جنوب افريقيا تعمل فينا كده. نعم. فانت النهارده لا، وحياه ربنا اقسم بالله انا جوه على العشاء في لعيبه مراتاتهم مش عايزه ترد عليهم. فيعني مش عارف، انا طلعت اتكلمت، واحد بيتكلم يا كابتن ما عندوش مبدا، واحد ما لعبش كوره شراب اصلا. محمد الله يخليك، انت بتتكلم كويس قوي، يعني انت زعلان انه في واحد اتهمك زور، برضو ما تجرحش في حد ارجوك، يعني انت بتتكلم هايل وانا ارجوك اتفضل. ما انت يا كابتن حرق الدم يا كابتن. معلش يعني النهارده بدافع عن المنتخب كامل. نعم صحيح، جيل كامل. صحيح. هو بيهدم جيل بحاله يا كابتن. معلش يعني قد تكون زله لسان، قد يكون خطا، قد يكون سهو، قد يكون اعتماد على معلومات مضلله، قد تكون غيره انه متحمس قوي لمنتخب مصر وكان هيبقى هو او غيره يعني هيبقى سعيد لما منتخبنا الوطني يفوز، حاله الاحباط اللي جت لنا بعد الهزيمه. لكن انا بتمنى انه الموضوع ما ياخدش اكبر من حجمه يا محمد بالشكل. لا يا كابتن الموضوع كبير قوي يا كابتن. لا يعني اللعيبه كلها اخذ موقف كبير. انا واحد من الناس وحياه ربنا انا بفكر اسافر بكره على المانيا. لا ملياش نفسي ان انزل مصر، انزل اشوف الناس ازاي ولا ابص في الناس ازاي، وتيجي تمرينك وتتمرن وكل حاجه، ولو محمد ابو تريكه جنبك نكلمه لانه ما ينفعش. لا ما مش راضي خالص، ده جوه في العشاء وحياه ربنا بيقول لي ما هعلن رسمي الوقت. لا 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 لا، كلام غير مقبول يا زيدان. عندكم انت راجل سجلت هدفين في البرازيل واسعدتونا يا اخي، وانتوا كسبتوا الطليان واسعدتونا، ورئيس الجمهوريه كلمكم بدل المره مرتين، وكانت في حاله من السعاده. انت ترضى يا كابتن اللي حصل يا اخي؟ انا يا محمد حضرتك معلق رياضي يا كابتن واعلامي اعلامي كبير وناجح، وفي نفس الوقت لعبت كوره. يعني انت دلوقتي شاعر باللي احنا شاعرين. انا شاعر انا يعني انا شاعر بيكم. انا شاعر بيكم، وتاكد برضه انه اللي اتعمل او اللي اتقال كان في نوع من انواع الحميه او الغيره او الزعل او الغضب، لان هم نفس الناس. انت انا اللي مخليني مش عارف اتكلم، وهو الراي بصراحه ان حضرتك انت منعني من ان انا اتكلم، لان لو اديتني الحريه ان انا اتكلم هغلط. لا انت اتكلمت بما فيه الكفايه ودافعت عن زملاتك وانا ماشي. ممكن طب اسال حضرتك في حاجه برضو؟ اتفضل اسال. طب انت ترضي يا كابتن ان فنان يطلع على الهوا يدخله على الهوا معاه ويخلي الفنان يقول، او الفنان هو يقول، مش عايز اقول الاسم باسمه لانه هو عارف هو قال ايه، هو عارف نفسه ان يقول يا كابتن اني انا مش عارف اقول ايه، المفروض بناتنا يخافوا على نفسهم من الامراض يا محمد، ان اللعيبه دي يعني تجيب لهم امراض. يعني برضو مش عايزكم تدوا للامور اكتر من حجمها. قد يكون خطا، قد تكون زله لسان، قد يكون حماس زائد، قد تكون غيره زائده، اي حاجه وارده. لكن للمره الالف بقول لك انت والكابتن احمد حسن وبقيه اللعيبه كلنا ثقه فيكم، وانتوا ناس اسعدتونا على مدى سنوات بالفوز ببطوله الامم 2006 و2008.